الحمد لله على نعمة الإسلام له، والشكر له على شرف الإيمان به، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رسالة إلى من لم يحج. أوجب الله الحج على عباده في كتابه العزيز، فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاستطاعة في حديث صحيح أخرجه الإمام الدارقطني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاعة فقال: الزاد والراحلة. من ملك زادا يكفيه لنفقة الحج ويترك نفقة لمن وجب عليه أن ينفق عليهم، وراحلة تمكنه من الوصول إلى مكة فقد وجب عليه الحج. والاستطاعة تكون بدنية ومالية. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، وذكر من هذه الأركان حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي بعض الروايات ذكر الحج قبل الصوم. والصحيح أن الحج على الفور، يعني متى ما ملكت الزاد والراحلة وجب عليك أن تحج الآن في هذا العام، وذلك لأدلة كثيرة، منها ما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أبو داود والإمام أحمد وابن ماجة والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. وهذا رأيناه بأعيننا حين انتشار فيروس كورونا، منع الناس من الحج وارتفاع الأسعار. الحج كان في التسعينات 15,000، دلوقتي الحج 170,000، الحج المباشر 400,000 أو أكثر من 400,000. الأزمان لا يأتي زمن إلا وهو شر من الذي قبله، كما قال أنس بن مالك في صحيح البخاري لما جاءوا إليه يشتكوا إليه من ظلم الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعرفش الظروف إيه، هيحصل إيه. يبقى إذن الحج يجب على الفور. أما بعض فقهاء الشافعية فقالوا أن الحج على التراخي، واحتجوا بأن الحج قد فرض في العام التاسع الهجري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في العام العاشر الهجري. وأجاب العلماء على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع لأنه كان لا يزال بقايا للشرك في الحرم، فالمشركون لا يزالوا يطوفوا حول الكعبة، ولا يزال بعض النساء يطوفن حول البيت عرايا بالليل. ولذلك وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالحج، وأرسل علي بن أبي طالب بصدر سورة التوبة تبين العلاقات النهائية والأحكام النهائية بين المسلمين والمشركين، وأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك. وقال بعض العلماء: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحج بوحي من الله حتى يستدير الزمان دورته يوم خلق الله السماوات والأرض، فيوافق يوم عرفة يوم جمعة، فيجتمع العيدان في هذا اليوم. إذن الحج واجب على الفور، ف
فإن كان الإنسان الرجل أو المرأة عنده استطاعة مالية وليس عنده استطاعة بدنية، كأن يكون مريض مرض لا يرجى برؤه، أو أنه طاعن في السن، فيجب عليه أن يخرج من ماله من يحج عنه، لما جاء في صحيح البخاري أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إني أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. ولابد لمن يحج أن يكون قد حج عن نفسه أولا، والمرأة يجب عليها الحج كما يجب على الرجل سواء بسواء، ولا يجب على الرجل أن يحجج زوجته ما دام لزوجته ذمة مالية، عندها مال خاص بها، ميراث ورثته من أبيها أو من أمها، أو عندها ذهب، وهذا المبلغ من المال يكفي لنفقة الحج، يجب عليها أن تحج حجة الإسلام، ولا يجب عليها أن تستأذن زوجها في حج الفريضة، لأن حق الخالق مقدم على حق المخلوق. أما حج النافلة فلا بد أن تستأذن من زوجها. ويجب مع الاستطاعة المالية والبدنية للمرأة أن يكون هناك محرم، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، لما جاء في الصحيحين أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وأنا اكتتبت في غزوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. وكما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة مع غير ذي محرم. لكني أقصد من هذه الحلقة وهذه الدقائق أخص من كان عنده استطاعة ولم يحج، عنده أرصدة في البنوك وعنده سيارات وعنده شقق تمليك ولم يحج حتى الآن. لماذا لم تحج؟ هذا فيه خطر شديد وخطورة عظيمة جدا، مع أن الشافعية والحنابلة قالوا أن على ولي الميت إذا مات ولم يحج وكان قادرا أن يخرجه من ماله قبل أن يقسم الميراث لمن يحج عنه. لكني أسأل: هل إذا حج أحد عنك وكنت مستطيعا وتركت الحج عامدا يسقط عنك الإثم؟ اسمع ما قال العلماء. قال ابن رشد: ولا خلاف بين أهل العلم في وقوع الحج تطوعا لغيره، أما وقوع الحج فريضة ففيه خلاف كمن ترك الصلاة عامدا. وقال ابن القيم: من كان مستطيعا للحج ومات ولم يحج عامدا لا يجزئ عنه أن يحج عنه. وقال ابن عثيمين: لو حج عنه 1000 حجة لا تبرأ ذمته. واسمع معي إلى هذه النصوص والآثار التي نختم بها. قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار رجالا ينظروا إلى كل من كان عنده ساعة وجدة ولم يحج، فليضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقال: من أطاق الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وقال: من ملك، لو أن الناس تركوا الحج كما يتركوا الصلاة والزكاة لقاتلتهم عليه. وقال علي بن أبي طالب: من ملك الزاد والراحلة ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وقال عبد الله بن عمر: من استطاع أن يحج سنة ثم سنة ومات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وقال: من كان مسيرا ولم يحج يبعث يوم القيامة وبين عينيه مكتوب كافر. وقال ابن عمر: من كان مستطيعا للحج ولم يحج فلا يصلى عليه، لا يدرى أمات يهوديا أو نصرانيا. وأخيرا قال سعيد بن جبير: لو أن لي جار موسر ومات ولم يحج لا أصلي عليه. وإن كنا نقول بأن الكفر هنا ليس كفر يخرج من الملة، لكن الله سماه كفرا. قال الإمام السعدي شيخ ابن عثيمين: ولو أن رجلا استطاع الحج ومات عامدا ولم يحج ففي إسلامه وإيمانه ودينه اختلال، ولا شك أنه أعظم من السرقة والزنا وشرب الخمر. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حج بيتي الحرام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.